السلام عليكم، الله يسعد مساكم بالخير والصحة. أكيد الكل شاف خبر المشهورة اللي في الإمارات تم استبعادها بسبب إصابتها بمرض الإيدز وابتزاز رجال أعمال. طبعا رجال الأعمال هذولا ما خافوا من الله، نزلت عليهم العقوبة. الشيء الثاني طوال الأعمار، البعض منهم يظن إنها مشهورة إن عندها حصانة. لا والله، بعضهم ما طلع إلا من أوسخ مستنقع. هذه معلومة حطها في بالك، والله بعضهم ما طلع إلا من أوسخ بيئة وقد خربتها. يعني ما حد في هذيك اللحظة ونزوة الشيطان ما يفكر، ما في تفكير، شهوة وضيعت مستقبله وحياته. يعني انتو شفتوا الموظف اللي في أرامكو اللي يقول دفع 25,000 وجابها وسكنها في فندقي وصاحباتها وصار بين اللي صار، والرجل ما ارتاح لأنها كانت ترفض أي واقي، تقول ما تثق فيني. طبعا هي هدف عندنا تنقل المرض، لأنها مصابة تبي العالم كله مصاب. وكم من رجل أعمال قابلها بالرياض وفي مناطق مختلفة وفي دبي وفي قطر، وكان هدفها نقل الأمراض المرض هذا. يقول بعد ما قابلها ووسوس الرجال راح سوى فحوصات وللأسف طلع مصاب. انقلبت حياته من سعيد إلى تعيس بسبب نزوة شيطان وعدم مخافة الله.